Hello everyone, happy Tuesday. Zainab Shaib here with WTOL, and I'm going to give a quick update on the coronavirus of what you've heard from the governor, as well as Lewis County update as well. But I'm going to do it in Arabic for the non-English speakers. Our Jensen instructor just provided a whole bunch of information on English for everything you guys need to know. If you're looking for that video and you're an English speaker, you can scroll out of this video and head over to our Facebook page. We'll have that posted, as well as Roxanne Elias posted. She gave an update in Spanish as well. But for the non-English speakers in our community, I'm going to speak in Arabic. And if you want to listen in and learn a few Arabic, you're more than welcome to do that too. I really appreciate it. Well, here we go. Hala fi الكم أشخاص عن بالأوهايو عندهم الكورونافيروس في 13,250 أشخاص فوق ال 13,000 أشخاص عندهم الكورونافيروس بأوهايو هاي بس بأوهايو مش بأمريكا كلها بس بهالولاية وبعدين في 550 ماتوا بأوهايو من وراء الكورونافيروس لحتيت هلا هلا بدي اقول لكم انه في كثير عالم بيسالوني كم شخص راح المستشفى وضروري نروح على المستشفى اذا سمح الله عن الكورونا فيروس. اول شيء مش الكل ضروري يروح على المستشفى اذا عندهم كورونا فيروس، حسب اذا انتم ما فيكم تتنفسوا بقى وصار كثير كثير ضيق نفسك اكيد فيكم تروحوا على المستشفى. بس اكثر شيء الناس قاعدين بالبيت وعم يضلهم بيحكموا حالهم وبيديروا بالهم على حالهم ومحسوب حطوا حالهم بالبيت ساكرين على حالهم ما بيظهروا لمطرح وبالغرفة لحالهم فكتير عالم قاعدين بالبيت لحالهم self quarantine إذا عندهم الكورونا فيروس بس لحتيت هلا في 2779 أشخاص بقلب المستشفى من وراء الكورونا فيروس so كتير جتهم كتير قوية الكورونا فيروس فراحوا المستشفى so سمح الله إن شاء الله ولا حدا منينا عن الكورونا فيروس بس اذا حسيتوا حالكم عندكم الكورونا فيروس ما ضروري تروحوا على المستشفى الا اذا ضيق نفسك وما فيك تتنفسوا بقى ساعتها فيكم تروحوا على المستشفى بس كمان هلا باللوكس كاوني كم شخص عندهم الكورونا فيروس في 832 اشخاص عندهم الكورونا فيروس ويمكن بيقولوا يمكن في كمان 32 اشخاص عندهم الكورونا فيروس بس مش على اكيد فاذا هن عندهم الكورونا فيروس رح يصير 255 اشخاص عندهم الكورونا فيروس فوق ال سوري 855 اشخاص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني سو هالنمرة كل يوم عم بتزيد سو ديروا بالكم على حالكم واكيد هالنمرة عم بتزيد كثير على السريع لان هالنمرة اللي ناس فحصوا حالهم بالتست الفحوصات وطلعت اكيد عندهم الكورونا فيروس والناس انه حسوا حالهم عندهم الكورونا فيروس والحكيم قال انه عندهم الكورونا فيروس سو عشان هيك النمرة صار كبيرة كثير press one for English. Hey Jeff, how are you? Thank you for tuning in. I'm giving a quick update in Arabic about the coronavirus. If you're looking for the English version, you don't have to press one or anything. You can head over to our Facebook page and we have that posted as well. But for the non-English speakers in our community, I'm going to do a quick update in Arabic. And we also have a Spanish update as well from Roxanne Elias. So I'm going to switch over back to Arabic. Okay, so هلا ممكن اقول لكم في 855 اشخاص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني وكمان في 45 اشخاص ماتوا من الكورونا فيروس بلوكس كاوني كمان اليوم قايلين انه في رجال بالستينات مات رجالين كمان بالسبعينات ماتوا صاروا ثلاثة ورجال بالثمانينات مات مرة بالستينات ماتت كمان هلا خمسة والسادس مرة بالتسعينات كمان ماتوا في ست أشخاص ماتوا من الكورونا فيروس اليوم بلوكس كاوني
سو انتبهوا حالكم، هول الاشخاص كبار بالعمر، بس اكيد هالفيروس ما عنده عمر، الكبار والصغار عم بيموتوا من الكورونا فيروس، سو ديروا بالكم على حالكم، بس تظهروا بالبيت، تغسلوا ايديكم منيح، وبس ترجعوا تغسلوا ايديكم كمان، ضلكم تغسلوا ايديكم تبعوا صحتكم وخليكم نضافه كمان. هلا الحاكم حكي كثير عن الفتحه عن الكورونا فيروس، قال اول خطوه ليفتحوا الاول درجه ليفتحوا الاوهايو هالولايه، اهم شيء عنده اللي ناس يرجعوا الشغل، في كثير ناس قاعدين بلا شغل، و اهم شيء عنده هلا الحاكم ماك دوين اللي يرجعوا على الشغل ويرجعوا على البزنس تبعهم، بس قبل ما يفتح بده يعرف اذا البزنس قادر ل تقريبا حمايه للاشغال للشخص بيشتغلوا على البزنس. اوكي سو اول شيء بده يعرف انه اذا قادرين البزنسز يحموا الشغيله اللي عندهم اياها، اذا عندهم الماسك، اذا عندهم الكفوف، اذا عندهم غراض، وكم شخص رح يرجع يشتغل، اكيد ما رح تكون عجقه مثل قبل. فقبل اهم شيء عنده اياه الحاكم ماك دوين اذا البزنسز قادرين يحموا الشغيلة عندهم، هاي أول شيء. وبيقول إنه إذا أنتوا حابين تغيروا الجو هالصيفية وبدكم تتجمعوا وتعملوا حفلات وغيروا الجو، هاي شيلوها من راسكم. قال آخر شيء تفكروا فيها الجمعة وترجعوا مع بعض. أهم شيء عنده إياه مثل عم بقلكم إنه يرجعوا العالم على الشغل، أهم شيء عنده إياها لحتيت هلا. بدي اشوف اذا في حدا عنده سؤال فيكم تكتبوا لي على الكومنتس، كل شوي فترة رح اشوف اذا في حدا عنده سؤال. سو خليني اشوف هلا، واقف شوي. ألما thank you so much. سام thank you so much، شكرا كتير لك سام. اوكي لحتيت هلا بام how are you. اوكي ما في سؤال لحتيت هلا، فرح ارجع شوف بعد شوي إذا حدا عنده سؤال. مثل ما بقلكم إذا حدا عنده سؤال بليز اكتبوا لي على الكومنتس، أو إذا بدكم فيكم تبعتوا لي رسالة بس خلص وإني رح أرجع برد عليكم خبر قد ما فيي، برد عليكم وبجاوبكم. كمان عن الـ unemployment، في كتير ناس لأن ما عندهم ما بيروحوا الشغل من وراء الكورونا فيروس، خسروا اشغالهم، فاهم شيء كمان عند الحاكم ماك دوين يفتحوا البزنس والانمبلويمنت. بدون ياكم تتعرفوا انه اللي ناس عبوا انمبلويمنت رح كمان رح يجي تشيك فوق الانمبلويمنت، اوكي $600. هلا ال $600 كلنا بيسالوني ايتم رح يوصلوا، هلا اليوم جوابه الحاكم ماك دوين قال انه اخر هالجمعه، سو الجمعه ان شاء الله رح يجي التشيك ال $600 فوق الانمبلويمنت للناس اللي يعبوا انمبلويمنت. اذا انتم ما بتشتغلوا وعايزين انمبلويمنت فيكم تدقوا بهالرقم 1، رح اقوله بالعربي اصلا ما بعرف ليش كان رح بلش بانجليزي، 1 8 7 7 6 4 4 6 5 6 2. رح عيدها بعد مرة، هيدا الرقم لل unemployment إذا أنتوا ما بتشتغلوا وخسرتوا أشغالهم من الكورونا فيروس، فيكن تدقوا هالرقم، هاي unemployment وفيكن تعبوا لل unemployment. هي الرقم بعد مرة 1 8 7 7 6 4 4 6 5 6 2. هيدا مش ال unemployment. وكمان اللي ناس بيسألوني عن ال check ال $600 رح يجي هالجمعة، الجمعة يعني آخر الجمعة. ف تول بدكم
طولوا بالكم شوي. وتقريبا الكل اجاهم الستيمولس تشيك، في منكم عم بيقولوا لي انه ما وصلن الستيمولس تشيك لحتيت هلا، وهي حسب اذا اكيد اذا انتم بالاي اس اس اي اكيد رح يجي بالبريد رح تاخر شوي، سو بدكم تطولوا بالكم شوي وحسب انتم كيف عبيتوا التاكس. في منهم اللي اجاهم التاكس دايركت ديبوزيت، فرح يجي دايركت ديبوزيت، بس اذا عبيتوا بالبريد التاكسز سو رح يجي الستيمولس تشيك بالبريد كمان. فإذا حدا في حدا عنده سؤال؟ نو. هاي سيلين، شكرا كتير. عربيتي شوي مكسر لان انا خلقانة هون، بس بحاول قد ما فيي لفسركم للناس بيحكوا عربي. سو شكرا كتير اللي عم يحضروني. سو كمان اذا عندكم سؤال انا حابب اسمع صوتكم واسمع منكم كمان، فقولوا لي اذا جيم ثانك يو سو ماتش اي ريلي ابريشيت ات. فخليني ارجع كفي بالعربي. هلا بدي اقول لكم شغله انا عم بيصير هون بتوليدو. هلا في 4 محلات عم بيعملوا تيستينج فحوصات للكورونا فيروس. في 4 محلات فتحوا، بارح فتح الرايد ايد بالايربورت هاي واي، هي بالهولند. بلشوا بارح واصلا قالوا في كتير عالم عم بياخذوا موعد ولحتى اللي يفحصوا حالهم. بارح بس بارح الاول يوم في 90 اشخاص فحصوا حالهم للكورونا فيروس. سو هيدا بالرايد ايد بالايربورت هاي واي بالهولند. اوكي تاني وحدة المحل رح يفتح بالمترو باركس هوكينز فارم هاوس. اوكي هي بالوست بانكروفت ستريت. سو اذا رح يفتحوا الخميس كمان الفحوصات للكورونا فيروس. مترو باركس هوكينز فارم هاوس بالوست بانكروفت ستريت رح يفتحوا الخميس. و تاني واحد محل رح يفتحوا للفحوصات للكورونا فيروس نكسس هيلث كير سنتر، هي رح تكون بين جيفرسون افينيو. هاي رح يتبلشوا مندي اول الشهر سوري الجمعة الجاي مندي للتنين. كمان التنين رح يفتحوا بالنوفار بارك، هاي رح تكون حد الايست سايد. اوكي سو تقريبا كل محلات حسب التوليدو، في محل انه فيك تفحصوا حالكم اذا حسيتوا حالكم بعد الشهر عن قلبكم اذا حسيتوا حالكم عندكم الكورونا فيروس. بدي اقولكم كيف فيكم تعبوا. هلا بس اخلص هون بدي اروح احط لكم الويب سايت كيف تعبوا، لان مفروض يكون عندكم موعد. اوكي هالموعد فيكم تعبوها بالويب سايت، بس خلص هون احط الويب سايت على الكومنتس. اوكي وتاني شي رح يسألوكم كتير سؤال، قدي عمركم، دهرتوا برات البلد، وين عايشين، نمرة تليفونكم وتاريخ صحتك كمان، رح يسألكم كتير كتير سؤال. وإذا حسوك أو أيتم حسيتوا حالكم عندكم الكورونا فيروس وبس يسألوكم رح يقولوا أي يوم فيكم تعملوا موعد للكورونا فيروس. أوكي وبس تعملوا الموعد بدون يقلوكم إنه هيدا مثل الدرايف ثرو، ما ضروري تنزلوا بالسيارتكم، وأصلاً بدون شيء كن تنزلوا بالسيارتكم، لأن إذا نزلتوا بالسيارتكم هيدا خطر كتير، يعني يوقفوا الانتشار للكورونا فيروس، عشان هيك عم يعملوها درايف ثرو بقلب سيارتكم. هلا رح يكون في فارماسي يجي بقلب السيارة ويعطوكم غراض مشان الفحص. أوكي أنتوا رح تفحصوا حالكم. أوكي هي هوينة حسب بيقولوا لي إنه هي رح تكون مثل كوتون تيج الكيوتيبس، بتمسحوا تمكن كلها وبتحطوها بالمرطبان الصغيرة. أوكي يسكروا المرطبان وبتعطيها لترجع للفارماسي، رح يكون في عالم ناطريكم، وإذا أكيد بدكم مساعدة هن رح يقولوا لكم كيف وشو بتعملوا. أوكي اوكي بس بس تخلص بتعطونا الفارماسي، وعم بيقولوا انه يومين 7 ايام رح يجي النتيجه. عم بيقولوا انه
كترت يومين. So رح يجي النتيجة من اليومين أو هيك. ف بس تروحوا تذكروا خليكم بقلب السيارة وقلتلكم ياخدوا النتيجة كتير سريع. فرح أعيد بعد مرة اللوكيشنز وبس خلص رح حط الويب سايت كيف تعبوا للموعد. وتاني شيء ما بعرف إذا قلتلكم بس هل فحص تبعت الكورونا فيروس بلاش. So الكل فيهم يفحصوا حالهم للكورونا فيروس. واحدة منهم Rite Aid هي بالهولند on Airport Highway. Okay. تاني المحل المترو باركس هوكينز فارم هاوس. It's on West Bancroft Street. هاي رح يفتح Thursday. الخميس رح يفتح. و Nexus Healthcare Center. Nexus Healthcare Center رح يفتح Monday التنين. هي على Jefferson Avenue. Okay. و Navarre Park Healthcare Center located inside the East Toledo Family Center. هاي رح يفتح كمان تنين. فهول أربع محلات فيكن تفحصوا حالكن. لازم تكون عندكن موعد وهي بلاش كمان. بس وكمان بدي أقلكن عن ال first responders وال healthcare workers والكبار بالعمر هن رح ياخدوهن قبل عشان هيك بيسألوكن قبل عندكن ويسألوكن كتير سؤال قبل ما تاخدوا موعد لأن إذا أنت healthcare worker first responder أو كبار بالعمر first responder يعني تشتغل بوليس أو هيك أو healthcare worker يعني nurse تشتغل بالمستشفى أو كبار بالعمر رح ياخدوكن أنتو قبل الكل. okay. فعشان هيك بيسألوكن سؤالات. غير هيك هيك قال الحاكم وهيك قال لوكس كاوني. غير هيك ما في شيء جديد لحتيت هلا. بدي اشوف اذا حدا عندهم سؤال. ما بشوف إذا في سؤال. سو عفوا إذا وقفت بس بجرب شوف إذا في سؤال لحديت هلأ ما شفت شي. سو رح قلكن بعض الأرقام عن كم أشخاص عندهم الكورونا فيروس. بأوهايو في فوق 13,000 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو. في 13,250 أشخاص بأوهايو عندهم الكورونا فيروس. هلأ ماتوا بكورونا فيروس بأوهايو مش لوكس كاوني بأوهايو 551 أشخاص ماتوا بأوهايو. وكمان بلوكس كاوني هلأ كترو 832 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني. يمكن كمان في زيادة 32 أشخاص سو رح يزيدوا 855 أشخاص عندهم الكورونا فيروس. لحديت هلأ في 45 أشخاص ماتوا بلوكس كاوني من الكورونا فيروس. في واحد زلمة اليوم بالستينات مات. رجالين بالسبعينات مات كمان. هاي ثلاثة. تاني رجال بالثمانينات مات صاروا أربعة. وكمان مرة بالستينات ماتت هاي خمسة. والسادس مرة بالتسعينات ماتت من الكورونا فيروس. هلا قال الحكيم إذا قال لك إنه أنت خلاص الحمد لله ما عندك الكورونا فيروس بقى أكيد ما عندك الكورونا فيروس مش بوزيتيف خلاص راحت منك. بس اللي المستقبل شو عملت الكورونا فيروس بجسمك حتيت هلأ ما عارفينين شو رح يصير. إذا سمح الله عندك الكورونا فيروس وراحت الحمد لله إنه راحت you're not positive no more. بس الساينتست والحكمة بدهم يشوفوا إنه شو المستقبل بجسمكم شو رح يصير من بعد الكورونا فيروس بس تروح منكم. فإن شاء الله جوابتك منيح. شكرا كتير للسؤال. غير هيك سو بدي قلكن بعد مرة
إذا بدكم تفحصوا حالكم من الكورونافيروس أول شيء رح أحط الويب سايت على الكومنتس وتتبعوا عليها إذا بدكم تفحصوا حالكم. وتاني إنه بدكم تعملوا موعد وحدة محل منهم Rite Aid Pharmacy بالإيربورت هايواي، تاني Metro Parks Hawkins Farmhouse بالWest Bancroft Street رح يفتح Thursday. وبعدين Nexus Healthcare Center بجيفرسون افنيو كان رح يفتح التنين الجمعة الجاي، وكمان Navarre Park Healthcare Center رح يفتح الموندي كمان التنين الجمعة الجاي. وهالفحوصات بلاش، بدي اقول لكم بلاش كمان. فغير هيك ما في شيء، وإذا ما شفت السؤال إن في كتير كروا ورا بعض سو ما انتبهت رح إني أرجع لكم الجواب هلأ بعد الفيسبوك لايف. وكمان إذا نسيتوا وإذا كمان نسيتوا شو بدكم تسألوني فيكم تبعتولي رسالة بعد الفيسبوك لايف. For those who are just tuning in and you're kind of confused on why I'm speaking Arabic, I'm just giving a quick update in Arabic for the non-English speakers in our community. If you are looking for the English version, you can head over to our Facebook page. Our Jensen Struck has a lot of information, everything that I just said in this video on the coronavirus, the update that the governor said, and what the Lucas County updates are too. As well as in Spanish, our Roxana Elias does a fantastic job with that. She gives a quick Spanish version, and that is also on our Facebook page as well. So if you're looking for either of those videos, you're more than welcome to check it out. But I just gave a quick update in Arabic for the non-English speakers. And for those who are just tuning in, you can stay tuned, or you can just watch and learn some Arabic as we go along. But I'm going to continue wrap up in Arabic for just a moment. ف هاي هي اليوم قال الحاكم مايك دوين. بكره راح اطلع كمان الساعه 8 نفس كل يوم عم نطلع ومنحدث انه شو عم بيصير باللوكس كاوني وباوهايو كمان. سو شكرا كثير للكل بدون يحضروني. وغير هيك راح ارجع حط الفيسبوك الويب سايت تبعت اذا بدكم تفحصوا حالكم بالكورونا فيروس على الكومنتس. سو اذا بدكم تدوروا عليها فيك تشوفوهم على الكومنتس. وكمان اذا بدكم تبعتوا لي رساله فيك تبعتوا لي رساله على البروفيشنال فيسبوك بيج اسمي زينب الشعيب. وان شاء الله بكره بشوفكم كمان. وشكرا كثير لكم وديروا بالكم على حالكم. باي باي.